سيتم افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي لفن الفيديو للدار البيضاء. هذا المهرجان الذي لمدة 25 سنة كان يقدم للجمهور المحلي بشكل مباشر في مجموعة من الفضاءات، فضاءات الدار البيضاء الكبرى، إلى أن هذه السنة نظراً للأسباب التي نعرفها بسبب وباء كورونا أبينا إلا أن نتعامل مع المعطيات الآنية، فكان المهرجان مبرمجاً نهاية أبريل، إلى أن بمجيء كورونا والحجر الصحي الذي فرض على المغرب بشكل عام والدار البيضاء بشكل خاص، وجدنا أنفسنا أمام خيارين. الخيار الأول هو أن نؤجل الدورة إلى السنة المقبلة، والخيار الثاني هي أن نتحدى كما تحدى الجميع هذا الوباء والإصرار على برمجتها خلال السنة، هذه السنة 2020، حتى نرسم للتاريخ بأن هذا المهرجان تعامل وتفاعل مع الحدث وأبى إلا أن يجد الطريقة المثلى لأن يخرج إلى العالم ويتفاعل مع هذا الجمهور. ما الجديد الذي أتى به المهرجان؟ الجديد الذي أتى به المهرجان هو جميع أعماله تقدم عن بعد، كلها عن بعد. الجديد فيه أنه سيصل إلى الجمهور في العالم متحدياً حدود الزمان والمكان، حيث إن البرمجة أخذت بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالاختلاف الذي يتم على مستوى التوقيت ما بين الدول. أن الجديد أنه وضع محوراً أساسياً له هذه الدورة اللي هو الجسد الذي تأثر كثيراً بكورونا، حيث تم حصره، إلى أن هذا الحصر وضع ما بين قوسين، إلى أي حد أن هذا الجسد تم حصره، ولكن إلى أي حد أن حصره وقف عندما هو جسد نفسه بشكل مادي، حيث إن هذا الجسد فيه روح، فيه إحساس، فيه أفكار، هذه الأفكار التي رغم الحصر إلى أنها أبت إلى أن تنعتق، إلى أن تخرج، وهذا ما أردنا أن نعبر عنه من خلال هذه الدورة. كان المفروض أن تكون دولة كندا هي هذا ضيف شرف، وطبعاً كما هو متعارف حين يتم برمجة ضيف شرف معين يقتضي وجود ضيوف ويوجد تفاعل وأنشطة بشكل تفاعلي حي، إلى أن الظروف الآنية التي فرضت عدم التنقل، لذلك أبينا إلى أن نؤجل ضيف شرف لهذا السنة هذا، وأبينا أن نعبر بشكل خفي إلى أن ضيف شرف هو المغرب، ضيف شرف هذه الدورة هو المغرب، المغرب الذي تحدى الصعوبات، تحدى الوباء وتحدى بمختلف فئاته، تم اشتغال كل طاقات المغرب، هذا المغرب الذي تحدى بطبيبه وأستاذه ورجل أمنه ورجل وقايته وأيضا بمبدعيه وفنيه، فضيف شرف هذه الدورة هو المغرب، المغرب المتحدي، ولكن أيضا المغرب الذي أبى إلا أن يدعو العالم كامل للدار البيضاء من خلال هذا المهرجان ليقدم له هذا المغرب المتحرك، هذا المغرب المتحدي، وهذا المغرب الذي شبابه يشتغل وحركيته وديناميته تشتغل أيضا. طبعا طموحنا كبير في أن تزول هذه الجائحة لكي نقدم دولة كندا إن شاء الله السنة المقبلة، لأن بخصوصية معينة وبأفكار جديدة كنا نرغب أن يأخذ المهرجان من خلال هذه الدورة منحا آخر، هذا المنحة سيكون السنة المقبلة. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.